وين نشيل؟ بس كله رمضان انت كبير بس كله خد عايز ميه نشيل بعدين بتظبطها بعدين بتظبطها ايه بعرف بس انه في نشيز خلص بدي عليها اذا بتظبط ولا ما بتظبط بس انه بقدر افهم يمكن واحد يتلبى بس انتبهوا انه ميرال حدا عنده هيك ثقة على المسرح حلو يمكن ما فرجيكم اياهم بالاكاديمية بس على البرايم كان يكون احسن حدا صراحة وانا اتمنى انا انه تتعلموا كثير من الاشياء كانت تعملها خصوصي كل شيء له علاقة ب تحرك واحد يكون قبضاي على المسرح ويكون عنده جرأة في اشياء بدها تنشغل اذا بيهمها لما ميرال تنشغل كثير تشتغل كثير على الصوت بدها تشتغل منيح ما تركز بالعربي ما تركز بالانجليزي حلو كثير الاكسبريشن على طول عم برجع بذكر انا بتنسى حالها هي عم تغني هي اذا بتقدروا تعملوها بيكون جيد لانه بتصيروا تطلعوا من حالكم كل اللي علمتوه وحده بدي ارجع ترجيكم مش كل شيء بنتعلمه بنحطه من زمان نركزه رامي مش عم يقدر يفهم النقطة هلا بشرح له عنها فوتهم عندي وبنساهم رامي بتنفضى لا ما بنز عم بيجي برجع بس عم برجع بتذكر انه هلا بيقولوا لك في لا مش شكل اللي عم بقول الصوت كيف صار قدام بلقطه هيك ولا بلقط هيك غني حالك وحده بيجي كل شيء اوكي بقى هل هالنقطة هي شغلة انتبهوا بس هلا هون في نشاز لانه ليش؟ شو قلنا بنعمل لما نكون واقفين؟ ندقي لا بس بنضيق لا 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 مش دا 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 اذا بعرض زياده بصير يروح ضيق هاي غلطه ميرا عملتها You won't feel safe بالغنية هلا معه ما بتحسوا حالكم بأمان هي مش بالعادة اوكي بتحسوا دائما انه هيك عم تضلك تعمل انه ليش عم بيصير هيك